يو، السلام عليكم. السلام عليكم مرحبا يوتيوب، رجع لكم بمقطع جديد من الفرن. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم عزيز. النهارده جايين نتكلم عن، شوفوا يا شباب، قبل ما نتكلم عن اي حاجه، احنا في الفيديو ده هنتقمص شخصيه باريتيوب في المونتاج، في كل حاجه. مشاهده ممتعه. موضوع غريب جدا حصل من 2016. الموضوع ده حصل من 2016. انا بقول بلاش دراما وندخل في الموضوع على طول. النهارده جايين نتكلم عن باريتيوب وعصومي هو ليه. حوار حصل معاهم كده، ازمه ال 30 ريال. 30 ريال يعملوا كام مصري دول؟ ويبدا البحث. يفتح الاله الحاسبه. يفتحون الاله الحاسبه ويحاولون ان يعرفوا 30 ريال بالمصري كام. مش لازم. اولا 30 في 5 هنفتح الجوجل. وبعد المحاولات الفاشلة لكن استمروا وفتحوا موقع جوجل وكتبوا 30 في 5 35 يعني يعملوا 150 جنيه مصري. واخيرا انس جاب الحل، تستاهل 150 جنيه مصري. الحوار ده بدأ من سنة 2017. استنى عندك انا اصدق مين دلوقتي؟ انتوا لسه قايلين من شويه 2016 او في اواخر 2017. اكيد في اللقطه دي هنشوف ضرب ورزع وحاجات قويه جدا واثاره. باريتيوب اليوتيوبر الخليجي بعد كان عايز يكلم عصام وليد وكده، يتصاحب معاه سيجو اصدقاء مثلا، ممكن يكون عايزين يعملوا فيديوهات مع بعض او حاجه. انا مش عارف انت بتفكر ازاي. ايه اللي جاب البندوره الحمراء دلوقتي؟ حمراء. قالوا له ب 30 ريال رساله وخدوا منه 30 ريال وما رضوش يرجعوها الا في سنه 2019. هو انتوا كل شويه تبصوا لبعضيكوا؟ هيد شوت. قافله باري نفسها تشوف صوره باري تيو. وده موضوع يعني احنا هنقوله. وده موضوع. يلا تزعل على الشاشه يا شباب. 5 4 3 2 1 بس كده خلاص. دي صوره باريتيوب، محدش يشتم في التعليقات. اصل احنا ما لقيناش غير الصوره دي اللي موجوده عنده. بحثت على الانستجرام ما لقيتش الصوره، يعني بحثت على اليوتيوب اكيد مش هلاقي صوره على اليوتيوب، هلاقي فيديوهات. بحثت على اليوتيوب اكيد مش هلاقي صوره على اليوتيوب، هلاقي فيديوهات. بحثت على جوجل مش لاقي برضه صورة لباريتيوب. وبعديها يعني احنا النهارده موضوعنا مختلف تماما عن اي موضوع في القناة. احنا على طول كمصريين يعني وكده بنتكلمش عن حاجات في الخليج، يعني الناس السعوديين مثلا او الناس اللي برا. فاحنا ده فيديو مختلف. يو، السلام عليكم. السلام عليكم زي زي باريتيوب رجع لكم بمقطع جديد من فور. في سر يعني القافلة ما تعرفوش خالص، اسم باريتيوب الحقيقي. لو جيت تسأل اي حد من القافلة تقول له اسم باريتيوب الحقيقي ايه، هيقول لك مش عارف. ودي مشكلة مشكلة مشكلة. اسم باريتيوب الحقيقي باريتيوب. باريتيوب من اول يعني بصراحة من اول ما فتحت كده اليوتيوب كنت بتابعه من هو عنده 500,000 سبسكرايب. لقيت كده فيديوهات، ضحكت على الفيديوهات، بعديها نسيته، وبعديها فترة كده لقيت نفسي رجعت تاني بفتح فيديوهاته. بس الصح فيديوهاته جميلة جدا مع انه ما بيطلعش فيها بوشه. بس مش حد صوته بس يعني حاجة مسلية. أيوة. تخليك اللي انت ولو انت زهقان على اليوتيوب تقدر تدخل وتتفرج كده بمزاج وانت فرحان وانت سعيد. وتخش تلعب اي لعبة، يعني باريتيوب ده بيخش يلعب اي لعبة، ممكن يحمل لعبة جاتا فايس سيتي او جاتا اي في، يقعد يلعبها ويحط رجل على رجل ويقوم مسجل. مفيش كاميرا يعني، مفيش حوار. هو عشان هو ما بيطلعش يعني بوشه، مفيش سيت اب كده يعني. هو ما بيطلعش بوشه، فبالنسبه له هو حتى كان بيتكلم في فيديو بيقول ازاي الناس اليوتيوبر اللي بيطلعوا بوشهم، يعني انتوا ازاي كده سيت اب وفوزلين حاجات غريبه. خلاص جه الوقت اننا نكشف حقيقه باريتيوب. طبعا الكل كان مستني الكلام ده. بصراحة انا
مفيش يعني، انا مش هكشف لكم كدب باري تيوب ولا اصل هو هكشف ما لكم كدبش يعني. يعني، هو ما كدبش راجل في حاجة، واحنا ومش هطلع يعني، انا طالع يعني ايه اجيب مشاهدات. الصراحة الواحد طلع الصراحة يجيب الواحد طالع مشاهدات يجيب مشاهدات يجيب ومشتركين جداد من القافلة والله، اي حد من القافلة يجي ينور يعني، اعملوا سبسكرايب للقناة والله، عشان يجي يشوف تنورونا. الفيديوهات اللي احنا بنعملها. بنعمل يعني فيديوهات بنعمل كتير فيديوهات جدا كتير جدا، كل وكل يوم يوم فيديو، بس مش بالنمط ننزل ده، النمط اللي احنا بنعمله ده يعني حاجة على ده الماشي. حاجة كده، الفيديوهات دي اللي هي على السريع كده. لكن الفلوجات اللي بنتعب عليها قوي والفيديوهات اللي هي زي كده يعني، فأتمنى لو أنت من القافلة وبتشاهدنا من عند باريتيوب أو اعمل اشتراك للقناة، وعايزين نوصل فيديو ل 50 لايك. طبعا لو انت متعرفش مين بري تيوب ده، هنسيب لك قناته تحت في الديسكريبشن، قناته حلوة جدا الصراحة. احنا بنتابعه عصام وليد، بدأ يعملوا فلوجات بعد ما كان بيعملها على يوتيوب. جالنا انا البندورة الحمراء وبابا جاب لي بالونة. والبالونة اللي هما جابوها دي يعني، باري تيوب حتى قالها البالونة اللي هما جابوها دي ب 30 البالونة دي ريال كانت حمراء لا وبال 30 ريال وبال30 ريال بتوع باري لا يعني. لازم. وبرضه في حوار واحد مصري يوتيوبر، او ممكن مش يوتيوبر قوي، بتاع ميوزيكلي شوية يعني، هو كان شغال على تيك شغال توك في لكن الاتنين، هو طلع اسمه يونس اتش دي، طلع عمل ديس طلع تراك عمل ديس تراك على باري تيوب. اتكلم عن باري تيوب، فباري تيوب طلع وقال يوتيوبر عمل عليا ديس تراك. وبعديها يونس اتش دي متهيألي شتمه او يعني تعليقات رد عليه. اهانه جامد. ف اولا الديس تراك خرا الديس اللي تراك عمله، مش حلو خالص، مفهوش وتعبان حتى، توزيع ولا الحان مفهوش اي حاجه وكلمات وعيان وكل حاجه يعني يعني، تعبانه، متسجل بتليفون ارضي، والكلام يعني كلام وكلام كله مش شتايم كده مش لاقي ومش حاجه لايق يقولها عليه يعني، طالع هو طالع عشان عايز تشير على فاو خلاص ومش لاقي حاجه يقولها عليه. وصراحه باري تيوب عمل رده فعل حلوه جدا وعمل حاجه رايقه كده وحاجه هاديه وضحكتنا بجد ومش يعني. تموش ولا اي حاجه. بس بس كده كده مش مش عايزين عايزين نطول نطول عليكم، عليكم، فما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وشير للفيديو ووصله لباري تيوب. ولو انت من القافله يا ريت تنزل تحت في الكومنتات تكتب تقول انا من القافله، من قافله باري تيوب، ما تنساش تنزل تقول تحت في الكومنتات وتوصلوا لباري تيوب في الانستجرام او في الفيسبوك، اذا ما عندوش فيسبوك ما عندوش يوتيوب في الجيميل، طبعا ما عندوش جيميل بقى فخلاص ما توصلهولوش بقى، وهنمسح احنا الفيديو كده. فبس كده كان معكم ايه بي فيديو. سلام. قبل ما نقول سلام، ما تحكموش علينا من فيديو واحد، خصوصا موبايل الفيديوهات، عشان في ناس كتير بتحكم علينا فيديو واحد. الفيديو ده عن ماشي كده، تلاقينا نتكلم بس عادي مش اكتر وبس. سلام سلام. ما تنسوش تعملوا اشتراك انا فعازر الجرس واحمل كمان حجاب، يبقى راجل محترم اشتغل في القناة وفعازر الجرس واحمل كمان حجاب، يبقى راجل محترم وشارك على الفيسبوك والتويتر وجوجل بلس، خليك براجل الاصل واعمل كل المولك عليه دول الجوان. الكلام بجد مش ويلكم يوتيوب وفلوج جديد من فلوجاتنا اي بي فيديو، فلوج رقم 17 كده. لقينا مكان قعدنا فيه، اتمشينا كده شوية أنا وأخويا، بندور على مكان هادي كده نقدر نسجل فيه الصوت، عشان مفيش الدنيا هنا تحت زحمة شوية. فمستنيين اليوتيوبر اللي احنا نقابله، بس معرفش والله هو هيجي امتى. انا كلمته لسه مكلمه، قال لي هيجي بعد دقيقة بالظبط، واستنينا تحت عند النافورة الراقصة. ف سيت اب اهو، ويلكم يوتيوبر، رجعنا لكم فيديو والله. دور على اليوتيوبر اللي انتوا نفسكم تشوفوه وانا نفسي اشوفه، فيلا مع بعض.